يا مساء الفل على كل حبايبنا اللي بتابعونا من كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. النهارده هنعمل وصفه من الوصفات اللي اتطلبت مننا كتير جدا، بس هنعملها بشكل مختلف شويه. النهارده هعمل كسكسي من البدايه، يعني انا مش هشتري كسكسي جاهز من بره، انا هستخدم الدقيق بان انا اعمل بيه الكسكسي. هنشوف يتعمل ازاي. هو على فكره سهل جدا وبسيط، هو بس محتاج فود بروسيسور، او لو ما عندناش فود بروسيسور هنعمل بقى بالطريقه القديمه اللي هي طريقه الفرك، ان احنا نفرك الدقيق مع الميه خفيف خفيف لغايه ما يتحول لخرز او يتحول كده لبلورات من الكسكسي. هنشوف بيتعمل ازاي. بعد ما نخلص الكسكسي نفسه هنعمل بقى كسكسي، هنعمل وصفتين كسكسي حادق، هنعمل باللحمه المفرومه والخضار، هنعمل كسكسي بجناحات الفراخ، وبعدين هنعمل كسكسي حلو باللبن والمكسرات والسكر. هطلع دلوقتي فاصل، بعد الفاصل هرجع لكم هنشوف هنعمل ازاي الكسكسي وهنعمل ازاي الوصفات المختلفه. استنونا. يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل. تعالوا بقى نشوف ازاي نعمل الكسكسي نفسه من البدايه. عايز بس اقول لكم حاجه مهمه جدا، الكسكسي زي ما انتم عارفين ينفع يتعمل بيه وصفات حادقه للغدا، وصفات حلوه نحلي بيها. فلو انتم ناويين ان انتم تعملوا بيه وصفات حادقه بس، فاعملوا الكسكسي بالمرق، هيبقى طعمه حلو جدا. لو انتم عايزين وينفع في الاثنين يبقى تعملوه بالميه، فانا هعمله دلوقتي بالميه، بس هقول لكم مقادير المرقه برده. ليه هعمله بالميه؟ لانه انا هستخدمه في وصفات لحمه مفرومه وجناحات فراخ، وفي نفس الوقت هستخدمه في وصفه اللبن والمكسرات والسكر. بس دي كانت يعني ايه ملاحظه مهمه جدا. هعمل ايه؟ هقول لكم الاول مقادير الكسكسي ونبتدي فيه. يلا بينا. مقادير الكسكسي كالتالي: كيلو دقيق، كوبايه ونص ميه او مرقه زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، رشه ملح، كوبايه سمنه، ومصفى. محتاج مصفى تحتيها ميه بتغلي، ومحتاج قطعة قماش أو قطعة شاش. أنا هستخدم قطعة قماش أبيض، ممكن تستخدمه شاش كمان هيبقى لطيف جدا. تعالوا بقى نشوف إزاي هنعمل الكسكسي. هاتوا بقى الفود بروسيسور ويكون فيه السلاح ده. هات كده يا أحمد السلاح ده من فضلك، أنتوا عارفينه ده. دي الكبة الواسعة، السلاح بتاع الكبة الواسعة أهو. شايفين السلاح ده؟ هو ده اللي أنا هحطه دلوقتي في الفود بروسيسور نفسه. زي الفل. وبعدين بقى هعمل إيه؟ وبعدين هجيب الدقيق، هنزل بالدقيق كده، هنزل كده بتلات ارباع كمية الدقيق، مش الكمية كلها. هناخد كده بس منديل نشيل حبايتين الدقيق اللي وقعوا حوالينا، ونشوف بقى هنبتدي ازاي نعمل الكسكسي ده. حلو، خلاص حطيت دلوقتي الدقيق جوه الفود بروسيسور. كل اللي انا هعمله هو انه انا هقفل عليه هنا، وبعد ما قفلت عليه كده هجيب الميه خليها جنبي هنا وابتدي اضرب. وانا بضرب كده هنزل بالميه واحده واحده. المية تنزل سرسوب صغير، ما بكترش. أنا مش سامعك. تعالوا نوقف كده نشوف ايه الاخبار. بصوا بدا يخرز، ممكن تيجي كده يا ابو حميد هنا، بص كده على ايدي من فضلك، شايفين بدا يخرز، بس مش هي دي التخريزه اللي احنا عايزينها، عايزين تخريزه اكبر من كده، يعني هنضيف ميه تاني بس واحده واحده علشان ما يبقاش عجينه، احنا مش عايزينه عجينه. طيب هنعمل ايه؟ تعالوا بقى نضيف له رشه الملح. نجيب بقى كده رشه الملح اللي احنا متفقين عليها،
عشرة صغيرة، مش عايزه حادق بس عايزه ليه طعم. وهعمل ايه؟ هكمل ضرب وهضيف مية. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ليه ونشوف اخباره ايه. بصوا بقى، كويس ان ده حصل، تقل شويه. يبقى اعمل ايه؟ يبقى اخد بقى الدقيق اللي انا كنت مخبيه وحطه، او مش مخبيه طبعا، يعني كنت ايه شايله على جنب، وانزل شويه كده من الدقيق واضرب تاني لغايه ما القوام يظبط معايا. وهو لازم تعملوه كده، يبقى معاكوا شويه دقيق كده على جنب علشان لو القوام تقل تقدروا تظبطوه مره تانيه. يلا بينا. بدأ اهو يعمل ايه بقى؟ بدأ يتحول لخرز زي ما كنا بنتكلم. احنا لما نفتح شايفين من تحت من الحته دي؟ مش شايفين، هوريكم من ايوه اهو. شايفين من تحت من الجزء اللي تحت ده؟ خلاص بدأ يتحول لخرز اهو. استنى لما الكسكسي كله يبقى الخرز ده. ايوه بدأ اهو الخرز يكتر، والدقيق اللي فوق ده بدأ يختفي واحدة واحدة. هتلاقوه عمال ينزل تحت وفوق كده لغاية ما يبقى كله نفس الشكل اللي تحت ده. ايوه يلا. نبص عليه بصة ونقفل تاني نخليه يكمل ضرب. بقى شايفين الكسكسي تحول من الدقيق لان هو يكون كده ايه مخرز كده. شايفين التخريزه دي؟ هي دي اللي انا محتاجها. كل اللي انا محتاج اعمله بقى دلوقتي هو ايه؟ هو انه انا اجي هنا كده اجيب القماشه واروح حاططها هنا كده. ممكن نفتحها كمان. يلا تعالى نفتحها تاني كمان. القماشه البيضاء اللي احنا مستخدمينها النهارده دي نروح جايين كده تحت فيه ميه بتغلي، ودي مصفى، مصفى عليها قماشه وتحتيها ميه بتغلي. هعمل ايه؟ هروح جايب بقى الكسكسي اللي انا عملته. عايز اوريكم عليه. طالع حلو جدا. ناخد بقى الكسكسي ده ونبتدي نحطه هنا. بصوا بقى، لو مسكناه كده بايدينا وفركناه، لازم اوريكم دي كمان. مسكناه كده بايدينا وفركناه هيتحول
اي حاجه بقى ماسكه في بعض هتلاقوها خلاص فكت وبقت زي الفل. وكل شويه نفتح بقى ايه، نديه تقليبه خفيفه كده. يلا محتاج اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اغطي عليه بالشكل ده كده كده بس، اوعوا تضغطوا بقى عليه، هو كده خلاص سيبوه في حاله كده وهنرجع له كل شويه نشتغل فيه. احنا عاملين شويه بقى من قبل الحلقه، اللي احنا عاملينهم قبل الحلقه دول تعالوا نشتغل بيهم دلوقتي ونشوف هنعمل ايه بالظبط، ونشوف الوصفات اللي احنا هنعملها النهارده من الكسكسي. يلا بينا. عندي هنا حله، ممكن بقى نعكس نجيب دي هنا ودي هنا عشان تعرفوا تشوفوا براحتكم. الحله دي على النار اهي، او طاسه واسعه او ووك، هنعمل فيها اللحمه المفرومه. عشان نبتدي اول وصفه هي وصفه الكسكسي باللحمه المفرومه. يلا بينا. سخنت هنا الطاسه، تعالوا نقول المقادير. المقادير للكسكسي باللحمه المفرومه كالتالي: كسكسي من اللي احنا عاملينه ده، نص كيلو لحمه مفرومه، بصله مفرومه وجزره متقطعه مكعبات صغيره او مفرومه، ثمرتين كوسه، ثمره طماطم، رشه قرنفل وحبهان، قرنفل وحبهان مع ملح وفلفل. تعالوا بقى نجيب المقادير دي هنا كده علشان نشوف ازاي هنعمل الوصفه دي. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالوا نبتدي اللحمه المفرومه. الكسكسي كده كده مستوي، فهنشوف ازاي هنعمل خلطه اللحمه المفرومه اللي هتتحط فوق الكسكسي. هغسل ايدي واجيلكوا ونشوف هنشتغل في المقادير دي ازاي. تعالى نبتدي نحط بس اللحمه على النار وبعدين نطلع فاصل زي ما انت عايز. يلا هجيب هنا كده المقادير كلها، واول حاجه هبتدي بيها هو انه انا هحط اللحمه المفرومه نفسها، وهستخدم معلقه خشب وهتشوفوا ليه علشان اعرف اقلب بيها. هنزل كده اللحمه، وانا بنزلها هفركها كده، انا عايز نص كيلو بس، ده كيلو مش محتاج كل اللحمه دي، فهحط كده نص الكميه والباقي ده هنرجعه في التلاجة تاني. نيجي هنا كده بالمعلقه الخشب دي وندي تقليبه ونفرك. هبص كده على الكسكسي هنا، بصوا بصه معايا برده، الكسكسي اهو، هجيب له المعلقه الخشب دي وافركه كده، عايز افركه مش عايزه طبعا يمسك في بعضه، هبتدي ان انا افركه كده. يلا هنفرك، وبعد الفرك هنغطي تاني ونرجع للحمه المفرومه. ارجع هنا للحمه المفرومه واقلبها، اول ما لونها كده يبقى لون رصاصي كده او لون جراي، هبتدي انزل ببقيه المكونات. تعالوا بقى دلوقتي ننزل بالبصل، وانزل بالجزر، وادي تقليبه بقى. هسيب دول على النار كده لمده 3 دقايق، هننتهز الفرصه بقى وناخد فاصل، بعد الفاصل هرجع لكم نشوف اخبار اللحمه المفرومه ايه ونفتح نشقر على الكسكسي. يلا استنونا. اهلا وسهلا بيكم مره تانية، رجعنا من الفاصل. انا وطيت بقى على اللحمه شويه اللي انا بشوحها علشان خلاص هي وصلت للون اللي انا محتاجه، مش فاضل بس غير ان انا اضيف بقيه المكونات بتاعه الوصفه. طب هنعمل ايه؟ هاجي هنا بقى اجيب التوابل وانزل الاول بمعجون صلصه الطماطم. استنوا بس نجيب سباتولا عشان ننزل بيها المعجون وما نفضلش منه اي حاجه. يلا بينا زي الفل. وبعدين هاجي هنا هلف المعجون لفه كده، وناخد بقى رشة من الملح، رشة من الفلفل الأسود، وندي تقليبة. هنا أنا عايز الخضار ما يبقاش مستوي قوي، اللي هو عبارة عن الكوسة والطماطم، علشان كده ما حطيتهمش أثناء التشويح، عشان كده ما حطيتهمش من البداية. هعمل إيه؟ هجيب دلوقتي كده الكوسة، ونجيب الطماطم، نشوف هنعمل إيه. هاخد الكوسه كده وعايز اقطعها قطع مش كبيره، هاخدها شرايح رفيعه كده
وبعد الشرايح الرفيعة دي هقطعها مكعبات برضو رفيعة. شايفين؟ رقيقة جدا. مش هعمل الكوستين، هي واحدة بس هتبقى كفاية جدا. شرايح كده، شرايط، وبعدين هي اصلا الكوسه كده كده ما بتاخدش وقت على النار، مع كمان التقطيعه دي مش محتاجه وقت خالص. يلا بينا حط هنا الكوسه، وبعدين هجيب الطماطم. الطماطم بقى انا عايز مكعباتها زهره وواضحه، فمش هقطعها صغيره، هقطعها تقطيعه متوسطه عشان تبقى مكعباتها باينه كده. طب هل نشيل البذر بتاعها؟ لا، في الوصفه دي مش محتاجين نشيل البذر ولا حاجه. يلا زي الفل، حلو قوي كده. هاجي هنا، هدي تقليبه للكوسه. بصوا بصوا دلوقتي كده الكوسه خلاص ما تاخدش وقت ابدا. وبعدين هجيب دلوقتي مكعبات الطماطم اللي انا عملتها وانزل بيها هنا، نديها تقليبه كمان كده. وتبلنا خلاص بالملح والفلفل، والريحه حلوه جدا، والخضار باين، الخضار ما راحش ما اختفاش. رشة الحبهان خفيفة، حبهان مطحون طبعا، هيكمل بقى ريحة الوصفة. وبعدين نفتح الكسكسي. يلا يا صابر افتح كده وبص معايا هنا. كسكسي انا اثناء الفصل كنت عمال اقلب فيه، اقلب فيه كل شوية. هاجي تاني اعمل التقليبة الاخيرة، بصوا مخرز وجميل جدا، هو ده القوام اللي احنا عايزينه، ودافي لان احنا حاطينه في الشاشة دي او في القماشة دي، تحتيه ميه بتغلي وهو في مصفى. فدلوقتي هو خلاص كده جاهز للتقديم. هنعمل ايه؟ هناخد بقى الكسكسي ده ونحطه في الطبق ونقدم اول طبق. يلا بينا. هاجي كده اخد الكسكسي واجي هنا. يلا بص معانا بص كده، خدت هنا كده الكسكسي بحطه في نص الطبق. القوام بتاعه لطيف جدا. يلا زي ما هو كده، وهعمل هنا كده ايه؟ تجويف، عشان التجويف ده هو اللي هيحتوي اللحمه المفرومه اللي بالخضار اللي انا عاملها. مش كده بس بقى، كمان لسه هحط سمنه، هنشوف ده حالا. تعالوا بقى نحط ده هنا كده على الترابيزه، وبعدين نيجي هنا ناخد اللحمه المفرومه نجيب لها معلقه نقدم بيها. وهاجي هنا حطه في النص هنا. طبعا عند الاكل هنخلط ده مع بعضه، بس مش دلوقتي، لما نيجي ناكل. يلا بينا زي الفل. مش فاضل غير شويه سمنه حلوين كده هنسخنهم وننزل بيهم على الكسكسي نفسه، وفي نفس الوقت شويه زعادين كده على اللحمة. ناخد معلقة كده من السمنة، مش كتير يعني. بصوا كده بصوا، صابر هيجيب لكم دلوقتي كمية السمنة اللي أنا حطيتها، قد كده نص معلقة سمنة بس. شايفين؟ حاجة حبة صغيرين كده بس خلاص. السمنة سخنت، هاخدها كده من على النار واجي هنا. يلا يا صابر، ونيجي هنا ننزل بالسمنة دي على الكسكسي حالا، شوية صغيرين كده على اللحمة نفسها، والباقي على الكسكسي نفسه. الطعم بقى هيبقى حكاية. الناس اللي بتحب الكسكسي جربوا الوصفة دي. يلا بينا، خلي دي جنبي هنا علشان هعمل الحركة دي كذا مرة. طيب أنا عايز أعمل إيه دلوقتي؟ عايز أخش على الوصفة اللي بعد كده، اللي هي وصفة دبابيس الفراخ. فهعمل إيه؟ في نفس المكان اللي أنا كنت بسوي فيه اللحمه المفرومه، هحط طاسه واقول لكم الوصفه على ما الطاسه تسخن شويه. يلا بينا. وصفه كسكسي باجنحه الدجاج. الوصفه كالتالي: كسكسي من اللي احنا عاملينه، نص كيلو جناحات فراخ، بصل مفروم، كاري، بابريكا، معلقتين سمنه، بصل اخضر، ملح وفلفل. مقادير مش كمياتها مش كبيره، بس في نفس الوقت هتدي طعم موزون جدا.
يلا بينا نشوف ايه الاخبار. الطاسه بدات تسخن، هعمل ايه؟ هجيب بقى كده ايه، معلقتين سمنه. تعالوا نشتغل سمنه في الوصفه دي، هتدي طعم حلو قوي. ناخد كده معلقه من هنا وناخد معلقتين من السمنه نحطهم هنا في الطاسه ونحركها كده لغايه ما السمنه تسيح. اول ما السمنه تسخن هنحط عليها جناحات الفراخ، بس قبل ما ده يحصل هاجي هنا هاخد جناحات الفراخ. تعالى نرجع دي بقى ورا، مش محتاجينها خلاص. هاخد جناحات الفراخ نفسها وانزل بيها هنا، ونجيب مساكه نقلب بيها، ونيجي هنا ناخد رشه من الملح، رشه من الفلفل الاسود، وربع كميه البابريكا. مش عايزين بابريكا كتير اثناء التحمير، لكن عايزينها في خطوه لاحقه هنشوفها سوا. وبعدين ندي بقى ايه تقليبه حلوه كده زي الفل. هاخد بقى جناحات الفراخ دي اللي اتحط عليها ملح وفلفل وبابريكا وانزل بيها هنا في التشويح. حطوها على الحته اللي فيها جلد اكتر. تاخد كده بس ايه دقيقة ونص على كل جنب من الجوانب. بعد كده هنقلبها ونشوف شكلها بقى عامل ازاي. تعالوا نشقر عليها دلوقتي، لون ذهبي فاتح كده، معقول جدا. اثناء التشويح خلي بالكم ان البابريكا لونها احمر، بس مع التشويح لو سيبناها زيادة عن اللزوم هتسود، فما تسيبوهاش وقت اضافي. زي الفل. هنعمل ايه؟ هجيب طبق خارجي احطه قدامي هنا واديه تقليبه كده، وبعدين انزل، مش عايز بقى انزل بكل كميه السمنه اللي تحت دي، فبالمساكه كده هطلع بس الفراخ، وهنشوف هنعمل ايه بعدين. طلعت خلاص جناحات الفراخ، هرجع الطاسه تاني على النار عشان ما تبردش، واخد بقى البصل تقليبه كده طلع ريحته، وبعدين ناخد تلات ارباع كميه البصل الاخضر. لو مفيش بصل اخضر حطوا كرات، هيدي طعم حلو جدا. وبعدين شويه من البابريكا حلوين كده تقليبه، ملح وفلفل للتشويحه دي، فلفل اسود، شويه من الميه عشان الجناحات هتكمل تسويتها هنا. شايفين اللون حلو؟ بعد كده نجيب الجناحات ننزل بيها هنا، نوزعها بقى حلو كده، والميه هتكون مغطيه بس نص الجناحات كده مش اكتر من كده. هحط بقية كمية البابريكا بقى دلوقتي المتبقية، وهغطيها كده لمدة بسيطة جدا، يعني مثلا على سبيل المثال 10 دقايق. هاجي هنا اروح مغطي الجناحات وهخلي درجة حرارة متوسطة، مش عايزها عالية ولا واطية، متوسطة. يلا بينا كده زي الفل. نفتح نبص على الكسكسي نفسه بتاع جناحات الفراخ، ونجيب له ظهر المعلقه الخشب كده نقلب بيها. بصوا بصه كده، بص يا صابر، شايف؟ اهم حاجه ما يتكتكتش او ما يمسكش في بعضه، احنا عايزينه كده ايه مخرز كده. فانا التقليبه دي بطمن ان مفيش حاجه لازقه في الثانيه، وبحرك كده برضو القماشة اللي أنا ماشي بيها. الله، ماشي يا أبو حميد، أنت حاسس الدعابة عندك بيزيد بالزمن كل فترة بالظبط.
وندي تقليبه كده بس خلاص انا كده بالنسبه لي زي الفل. هنعمل ايه بقى؟ تعالوا نغطي تاني على الفريك، مش فريك طبعا، على الكسكسي. هو شبه الفريك شويه يعني بس هو مش فريك طبعا. ناخد بقى شويه سمنه نسخنهم زي ما احنا كده عملنا في الوصفه الاولانيه على على ما تستوي اجنحه الدجاج. ناخد كده معلقه حلوه من السمنه، المعلقه دي نسخنها هنا اهو. معلش يا صابر، معلش يا ابو حميد، خدت منك انا الطاسه. هاجي هنا اجيب طبق ونبتدي بقى ايه نغرف فيه الكسكسي. زي الفل. حط كده كسكسي في نص الطبق زي ما عملنا في الطبق اللي قبليه بالظبط. خلاص حطيت كل كمية الكسكسي اللي عايز احطها في الوصفة دي، وبعدين هاجي هنا كده في النص وابتدي اعمل تجويف عشان نحط فيه جناحات الفراخ. بس كده زي الفل. تعالوا نفتح نبص على جناحات الفراخ نشوف اخبارها ايه. الجناحات كده هي محتاجه كمان يعني 5 دقايق مش 10 دقايق. نبتدي بقى نحط كل كميه الاجنحه. يلا فاضل واحدة بس. خلاص كفاية، مش هنحط الواحدة دي، خليها هنا كده على جنب. بس أنا محتاج الصوص التقيل الجميل ده، هحطه كده على الجوانب. قبل السمنة. يلا. وبعدين هاجي هنا أجيب السمنة اللي أنا سخنتها. واروح نازل بيها هنا كده شويه شويه فوق الجناحات وشويه كده على الكسكسي نفسه. حلو قوي كده. اروح واخد بقى الطبق ده حطه على السفره زي ما عملنا اللحم المفرومه، عملنا كمان جناحات الفراخ. فاضل ايه دلوقتي؟ هناخد فاصل، علشان بعد الفاصل هنعمل الكسكسي اللي باللبن والسكر والمكسرات. استنى. يا اهلا وسهلا بيكم مره تانية، رجعنا من الفاصل عشان نعمل اخر وصفه وهي كسكسي اللي باللبن والسكر والمكسرات. تعالوا اقول لكم مقاديره وبعد كده نبتدي فيه على طول. يلا بينا. مقادير الكسكسي الحلو: كسكسي من اللي احنا عاملينه النهارده، سمنه، معلقتين سمنه، لبن، سكر بودره، زبيب وجوز هند وسوداني محمص. انا عملت ايه في الفاصل؟ كل اللي انا عملته هو ان انا حطيت اللبن على النار يسخن. لو هتبصوا عليه دلوقتي كمان شويه صغيرين كده هتشوفوا ان هو خلاص بيسخن، قرب يغلي. مش هنسيبه يغلي بس احنا محتاجينه سخن. الوصفه دي حلوه قوي تتاكل سخنه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بالظبط. انا هنا عندي اللبن على النار، هاخد معلقه من السمنه براحتك، هاخد معلقه من السمنه واحطها هنا اسيبها تسيح وهنشوف حالا هنعمل فيها ايه. هجيب بقى الطبق اللي انا هقدم فيه او اللبن اهو خلاص قرب يغلي.
مش هسيبه يغلي للنهايه. اه تعالى كده برضو يا صابر هنا، انا هفتح دلوقتي على الكسكسي اللي كنت سايبه يسخن تمام، وهفركه كده بايدي وبص عليه واشوف اخباره ايه. بصوا قوامه حلو جدا، كسكسي قوامه زي الفل. يلا بينا، ده زي ما هو كده. هرفع اللبن من على النار لانه خلاص كان هيفور. رفعت اللبن من على النار، هعمل ايه؟ هاخد بقى الكسكسي ده، نجيب له المعلقه اللي احنا بنغرف بيها، وهبتدي احطه هنا في الطبق. في الكسكسي ده بقى مش هزود كميه الكسكسي نفسه، ليه؟ لان انا عندي سائل، انا هحط اللبن واللبن هيبقى كميته كبيره سنه، فمش عايز ازود كسكسي. فبالنسبه لي يعني هزود معلقه بس واحده كمان، ومش هزود اكتر من كده. يلا كده بالنسبه لي حلو جدا. نشوف لكم دي برضو عشان تشوفوا كويس. هاجي هنا بقى، هاجي هنا هاخد نص كميه اللبن، نص كميه السكر، احطها في اللبن واقلب عشان يبقى اللبن نفسه مسكر، ده غير السكر اللي انا هحطه على الوصفه نفسها. هنشوف ده حالا. السمنه هنا سخنت، هحط فيها السوداني واحط فيها الزبيب كمان. يلا السوداني والزبيب حطيتهم في السمنه، وهديهم تقليبه كده. بس هسيبهم كده على النار حاجه خفيفه، واجي هنا لللبن. ده لازم نعمله هناك على السفرة عشان مش عايزين نحرك الطبق من بعديها. وبعدين هاجي هنا كده اخد اللبن واجيب جنبي هنا جوز الهند، واجيب جنبي السكر المتبقي، واخد كده اللبن انزل بيه هنا في النص. طبعا هو هيسيح وهينزل تحت الكسكسي من جميع الجوانب، وده انا عايزه. انا عايز اللي يبقى على الاطراف لبن مش كسكسي. الكسكسي هيبقى باين كده، بس في نفس الوقت هيبقى فيه لبن كده باين حوالين اطراف الطبق. هاخد بقى كده المكسرات الجميله دي وهنزل بيها هنا بسمنتها كده. هي دسمه شويه الوصفه دي بس فظيعه. هاخد كده رشه من جوز الهند واخيرا هدي رشه من السكر، سكر البودره. طبعا ده هيتقلب كله مع بعضه وهيبقى الموضوع يعني ايه خطير. وفي الاخر هحط رشه كمان من المكسرات عشان تبقى باينه برضه. بس دي كانت وصفات النهارده. النهارده عملنا 3 وصفات مختلفه، او عملنا في الحقيقه وصفه الكسكسي نفسها، شفنا ازاي نعمل الكسكسي في البيت. وبعدين من الكسكسي ده عملنا 3 وصفات مختلفين، عملنا وصفتين حادقين ينفعوا للغدا، كسكسي باللحمه المفرومه والخضار، كسكسي بجناحات الفراخ، دي كانت تاني وصفه. واللي انتم شايفينها دلوقتي هي وصفه كسكسي باللبن والسكر جوز الهند والمكسرات. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم. اللي ما شافهاش من بدايتها يقدر يتابعها في الاعاده الساعه 6 صباحا بتوقيت القاهره. اشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد.